ديما كنتكلموا معكم على مواضيع اللي كتهمكم من حياتكم. اليوم غادي ان شاء الله نشوفوا الناس اللي كيهرب ليهم النعاس او كيقلل ليهم النوم. نعم. وهذا كيبدا كيأثر عليكم وعلى الصحه ديالكم، على التركيز ايضا والمردوديه ديالكم في العمل. فشنو هي اليوم الوصفات والنصائح المهمه اللي غادي نتقاسموا معكم في هذا الموضوع؟ وكذلك غادي نفتح واحد القوس معك دكتور عماد، غادي نتكلموا على الحساسيه ديال التنفس في هذه الفتره من السنه. أكيد. فتره انتقاليه من الربيع الصيف. الكثير من الناس البالغين والاطفال ايضا كيوليو كيعانيوا من واحد الحساسيه تنفسيه. فغادي نشوفوا شنو هي ايضا اهم النصائح اللي غادي تقدم. غادي اليوم نتكلموا على جوج ديال الامور دكتور عماد. خلال شهر رمضان الكريم غادي ان شاء الله نتكلموا على الارق او النعاس، النوم منين كيهرب. نعم. علاش؟ لانه هذيك الساعه البيولوجيه اللي كان الجسم متعود عليها كتغير في شهر رمضان. الإنسان كيسهر أطول وكي ربما كينعس أقل. فبغينا نعرفوا شنو كيوقع وعلاش الكثير من الناس كيوليو كيعانيوا من الأرق، يعني كيبغي عاود يرجع هو متعوب ولكن ما كينعش بسهولة. نعم. فهذا السر فين كيكون؟ أننا ملي كنفوتوا واحد الوقت ديال النوم، يعني الوقت ديال النوم اللي كيكون ما بين 11 و 12، ففي هذا الوقت هذا كتكون الإفرازات ديال الهرمون ديال النوم اللي هو الميلاتونين، الإفراز كذلك ديال الفيتامين دي 3. هذا الفيتامين دي 3 اللي فيه واحد الفائده كبيره اللي خصكم تفهموها، انه كيتفرز في هذه الوقيته هذه. كذلك الجسم ديالنا في هذه الوقيته خصو مباشره ملي كتسد العين، اذا العين حنا عندنا واحد لو ديكلوشمون، ملي كتسد العين بحال واحد الزر كيشعل لنا التفاعلات اللي كتكون في الذات. شنو هي التفاعلات؟ التفاعلات اللي كتستف لينا كل حاجه في بلاصتها، مثلا المواد المغذيه كتمشي للبلاصه ديالها، الاملاح المعدنيه، الفيتامينات، الهرمونات كيعاودوا يتكادوا. ففي هذا النعاس هذا وهذه الراحه الجسم ديالنا كيولي كيترمم. الا لاحظتوا ان التربيه لو بيبي ملي كيتزاد اش كيقول لك الطبيب؟ كيقول لك خصك تخليه ينعس. كل ما نعس لو بيبي، حنا كنهضروا على لو بيبي مازال ما تكونش، ان في ذاك النوم كيولي التكون ديال الخلايا، كيولي التكاثر. شوف سبحان الله العظيم، اننا ملي كنكونوا ناعسين عاد كتولي التكوينات ديالنا او النمو ديالنا كيتزاد. هذا من جهه. اذا حنا بحكم ملي كيتغير هذا الامر هذا، ولكن بزاف ديال الناس ماشي شهر رمضان هو السبب، شهر رمضان ليس له علاقه بهذا الامر هذا، هو نمط كيفاش حنا غادي نتعاملوا مع شهر رمضان. اذا نتعاملوا مع شهر رمضان اننا راه عندنا الوقت مثلا فاش تكون بعد الصلاه، مثلا الانسان اللي كيجي من بعد الصلاه انه كي 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 كيرتاح واحد شويه، راه يمكن له يغمض، يمكن له ينعس مع ديك 11 ونص ولا 12، ينعس هذيك الاربع ساعات راه كافيه باش يسترجع ديك القوه ديالو، باش يسترجع هذاك كما كنقولوا الحاله الطبيعيه والصحيه ديالو. علاش؟ لان الاهم حاجه انه خصو ينعس في هذيك الوقيته، خاصه قلنا ما بين 11 وما بين 12، وديك الساعه ما كاينش المشكل. علاش؟ لان واخا ينعس كما قلنا غير 4 ديال الساعات، فكيرمم المواد اللي كتكون في الداس ديالو، كيعاود الجسم ديالو كيحيا من جديد. يعني شنو كيحيا؟ انه كيرتاح وكيعاود كيتجدد. وهذا الشيء شنو كيوقع دابا؟ ان بزاف ديال الناس ما كيبقاوش محافظين على هذه السويعه هذه، مثلا كينعس غير ساعه ولا كينعس غير ساعتين، ولا كيبقى عاطي واحد الارهاق واحد المجهود، ولا مثلا هو كان نهار كامل صايم، الانسان كيمشي كيدير العبادات وعاوتاني شنو كيمشي كيلتجا مثلا للتليفون، كيستعمل بعض كما كنقولوا حنا لا تابليت، او كيستعمل امور اللي كيدير واحد الاجهاد على الداس ديالو، او كتلقاه مثلا كيمشي مثلا التلفازه وكيبقى فيها واحد المده طويله. فهذا الشيء كلشي كيعطينا هذا الارهاق. اذا حنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحافظوا على الساعه البيولوجيه. ومساله اخرى ان الطريقه ديال التغذيه ديالنا، ان حتى التغذيه كتولي مختلفه، ان التغذيه ديالنا من الاحسن في الشهر المبارك كيخصنا نقسموها، نقسموا التغذيه ديالنا، تكون تغذيه متوازنه، تكون تغذيه خفيفه، لان حتى التغذيه الا كانت فيها الدسم اكثر، يعني المواد الدهنيه بزاف، التغذيه ديالنا اذا كان فيها السكريات بزاف، هذا الشيء كامل كيمكن ياثر علينا وكيمكن ياثر على النوم ديالنا، لان كيولي الجسم ديالنا هذا الشيء عنده كثير عليه، وكيبذل واحد المجهود
باش كيتخلص منه، لان راه في واحد الوقت وجيز في واحد 3 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع ما غاديش يمكننا كما نقولوا حنايا نحرقوا هذه الماكله ونستافدوا منها اللي هي خصنا نستعملوها في واحد المده ديال 8 ديال السوايع على الاقل. اذا هذا الشيء كل شيء هو السبب علاش الدات ديالنا ما كتبقاش مرتاحه، وهذا الشيء هو السبب علاش الدات ديالنا كيولي عندنا هذا المشكل ديال الدات. وهذا الشيء علاش غادي نتكلموا في برنامجكم الاذاعي والنسائي المفضل حديث ومغزل مع سناء الزعيم. طبعا غادي تقدروا تواصلوا معنا مباشره عبر خطوطنا الهاتفيه ورقمنا الهاتفي. اسئلتكم واش فعلا كتعانيوا من اضطرابات في النوم مع شهر رمضان؟ واش قل ساعات النوم وبالتالي هذا كيأثر على التركيز والمردودية والإنتاج ديالكم في حياتكم اليومية، في العمل، في الدراسة، في العلاقات الاجتماعية، أو بالعكس كتولي وكتعاني من كثرة النوم، وهذا أيضا ربما في حد ذاته كيقدر يكون اضطراب، وخاصة مع ساعات القليلة اللي كتكون في الليل ما بين أذان المغرب وما بين أذان الفجر اللي هي تقريبا ما بين 8 إلى 9 ديال الساعات. فباش الإنسان يتفادى أنه يقع ايضا واحد التخمر ديال الاكل ديالو، غادي نشوفوا شنو هي احسن الوصفات الطبيعيه مع الدكتور عماد، دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي التداوي بالاعشاب، وكذلك كيف 24 24. مرحبا بكم معنا فين ما كنتوا كتابعونا. دكتور عماد، غادي نشوفوا اسئله مستمعاتنا حول الارق واضطرابات النوم خلال رمضان الكريم. لبنى، اهلا بك من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لبنى. مرحبا، تفضل لبنى. أنا لاباس عليك. الحمد لله، بلي هذه أول مرة كتشاركي معنا لبنى. إيه. شدك شوية الخلعة. لا لا لا، لأنني أنا في الحمال، ولكن عندي موضوع كيهم بزاف البنت ديالي. إيه. مرحبا. دونك بالنسبة للحساسية، هي عندها مشكلة ديال الزكاريا. نعم. وكتاخذ رشاش وسيروم، خذته مده شهر. نعم. ولكن ما فاتهاش الحال. دونك كنسولو الاخ عماد في هذه النقطه، هذه شنو يمكن ندير ليها؟ نرجعوا لها ونجاوبوا عليها من بعد. حنا سجلنا السؤال ديالك، شنو هو السن ديال الطفله؟ واخا هذا بالنسبه للبنت ديالي. الابنه شحال في عمرها؟ على 10 سنين. الوغ الابنه ديالك عندها 10 سنين واخا. عندها مشكل ديال لي زكاريا. ديال لي زكاريا، الحساسية ضد القدر القرضيات. حنا غادي نرجعوا لهذا الموضوع. عندك سؤال آخر؟ مرحبا. سؤال آخر هو أنني كنعاني من صداع شديد في الرأس ديالي، مع العلم أنني مؤخرا اكتشف عندي نقص فيتامين دي، وأنا سو تريتمون، يعني كناخذ فيتامين دي 15 يوم وواحد اللي بغا كندقها 20 يوم، ولكن عندي صداع بزاف. حتى دابا البارحة ما نعشش الليل كامل، بقيت ما نعش كامل. واش كتاخذي شي دواء على هذا الصداع ديال الرأس؟ لا، من غير هذاك الفيتامين دي، وواحد شوك بينيسيلين تندكو من فاجو فاجو. نعم. دكتور عماد، واش نقص الفيتامين دي كيقدر يؤدي لظهور هذه الالام ديال الراس او الشقيقه؟ اكيد فالسؤال ديال الاخت جاء الا تاكيدا المساله اللي هضرت عليها، هو ان الفيتامين دي كيلعب دور اساسي في كما كنقولوا حنايا في التوازن ديال الدماغ ديالنا والجهاز العصبي. نعم. لان ما بين والابحاث بينات ان ما بين 11 و 12 هذيك هي الوقيته فوقاش كيتفرز فيها الفيتامين دي. اذا اذا كان واحد الاضطراب في النوم، وإلا كان عندنا مشكل في النوم، فالفيتامين دي ما كيتفرش بواحد الكميه كبيره وكيمكن يعطينا هذا المشكل. هذا من جهه. من جهه اخرى الفيتامين دي النقص ديالو ما كيحيد لنا التركيز، وكيحيد لنا ان الدماغ ديالنا يبقى يتغذى ويطلع ليه واحد النسبه ديال الاكسجين اللي نافعه. اذا هذا الشيء خصنا نردوا ليه البال. الفيتامين دي بالفعل انه عنده علاقه مباشره بهذا الم الراس، ولكن هذا لا يمنع ان يقدر يكون امور اخرى اللي قريبه غير الم الراس. واش كان عندك يلاه بدا ولا قديم؟ هذا هو اللي باغي نعرف انايا، شحال المده ديالو عندك هذا الحريق ديال الراس هذا؟ بلي مؤخرا هاد الالم، بلي مؤخرا ما كانش عندي قبل. شحال تقريبا الوقت؟ تقريبا هذه شي 4 شهور يمكن. شي 4 شهور ما عندكش اضطرابات هرمونيه؟
في العاده مثلا في العاده الشهريه ديالك او شي اضطرابات هرمونيه في التعسير؟ كاين لان كنعاني من واحد الكيس دونك هذاك الكيس يعني مده كنتبع واحد الخيط مور كنت عيط لك على ود واحد المده عيط لك قلت لي ما كاينش في الاعشاب ما كاينش علاج اكيد اضطرابات هرمونيه كاين يعني كنعاني في لي راجل ما منظمينش يعني مده ما جاوش يعني يعني هذا المشكل كامل واش قدرت ادي وهذا اكيد فيتامين دي كيؤدي لهذا الالم في الراس؟ لا ولكن يعني يعني هذا التريتمون اللي متبعه واش يقدر يحيد لينا هذا من بعد؟ دابا نتفاهموا دابا عندنا الفيتامين دي ولكن لكن ما هو اهم؟ حيت دابا شنو هو دابا جا اللي فوق الفيتامين دي اللي هما الهرمونات. اذا الهرمونات ملي كيكون فيهم اضطراب كيكون فيهم خلل اكيد انهم كيعطيونا واحد الصداع في الراس. علاش؟ لان الداس ديالنا بحال ما كتبقاش مقاده او اس وخاصه ان التوازن الذهني والراحه ديال الدماغ ديالنا هما الهرمونات. راه كنلاحظوا كاملين كنعرفوا بان الاخوات منين كتقرب الفترة ديال العادة الشهرية ديالهم كيكون واحد الاضطرابات وكتكون بعض الحالات ان الإما كيكون واحد الانسان كيبدي يتقلق وهذه فهنا كتلاحظوا انها علاقة مباشرة. ألم الرأس في هذه الحالات هذه شنو هو؟ يعالج او الأدوية التي تعطى تعالج الأعراض. إذا حنا دابا ملي كيوقع خلل في الهرمونات شنو كيترتب عليها؟ كيترتب عليها آلام في الرأس. إذا حنايا كنمشيو كنعطيو أدوية لديك الباحة واحد المنطقة كاينة في الدماغ ديالنا كتعطينا الآلام هي اللي كنعطيو هذوك الأدوية كيمشيو وكيحبسوا لنا هذاك الآلام أن الدماغ ديالنا ما كيبقاش يتعرف على ذاك الآلام. إذا هذا هو اللي كاين وتبعي الأمور ديالك ولكن أنا كنطلب منك أن هذاك المشكل الهرمونات ضروري ومؤكد خاصك تمشي تشوفي الطبيب وتحاول تفادي يرسخ هذا الآلام هذه ديال الرأس ديالك ما يكون بس عندك لبنة. عندنا مستمعات كثار دكتور عماد غادي نطلب لك نلخصوا باش نقدروا نتواصلوا معكم كثير ونفيدوا أكبر عدد من المستمعات. تحية لك لبنة من دار البيضاء غنمشيو لمراكش. موضوعنا اليوم أيضا على الأرق وقلة النوم والاضطرابات ديال النوم. خديجة معنا من مراكش أهلا بك. أهلا أختي سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. الله يبارك فيك أدي فرحانة بزاف اليوم أول مرة يشد لي الخط معكم مرحبا وأنا من جد المعجبين بالبرامج ديالكم. مرحبا عندي دو كيستيون باش ما نطولش عليكم. لا بروميير كيستيون في نفس الموضوع ولا دوزيام على لابو ديالي. لا بروميير كيستيون أنا عندي دراري صغار دونك ما تنشبعش النعاس يعني كنسول الدكتور واش ست سوايع مفرقة أنا يعني كتفيق كتنعس وكتفيق كتنعس واش هي كافية للذات الجسم ديالي حيت ما كتأثرش على الجسم ديالي. لا دوزيام كيستيون كنعاني من لاغوز الصي قهراتني فريمون لي تريتمون كيكونوا غاليين تنحبس التريتمون تعاود نرجع لا ميم شوز الاحمرار وهذا وبغيت نعرف واش الطين الوردي مفيد ليه وشنو هي الوصفه الطبيعيه اللي نقدر نتبعها مع العلم ان فلاش ديالي 32 سنه وبداو لي غير تيبانوا ليا ولو بيتي وصفات الله يجزيك بخير لابو ديالي كنعاني منها. واخا غادي نبداو اول شيء بالارق دكتور عماد ونجاوبوا على هذه الاسئله الاخرى ديالك اخت خديجه من مدينه مراكش. خير اخت خديجه قالت لك خاصنا في هذا الشهر المبارك انك كتنعس ساعتين كتفيق كتعاود تنعس ساعتين فساعتين عدد زوج وهذه الحاله للكثير من الناس. نعم. بالحقيقه راه خديجه كتهضر على الكثير من الناس. فاذا كانت ساعتين مضبوطه فالعدد الزوجي هو هذاك ان عندنا ساعه الا ربع او كما كنقولوا حنايا ساعتين الا ربع باش كنديروا واحد النوم عميق وربع ساعه باش كندوزوا في النوم اللي اعمق. اذا هنا كنساليو لو سيكل ان هذيك الدوره ديالنا كتسالي اذا كانت ساعتين وارتاحوا عاوتاني والناسوا ساعتين اخرى ولكن هذه حاله خاصه في هذا الشهر المبارك ما نحاولوش نتعودوا عليها لان الا بقينا فيها في الاشهر اللي جايه كيمكن تاثر علينا وكيمكن تعطينا مشكل في الصحه ديالنا في الدماغ ديالنا وتاثر لينا حتى على الجهاز العصبي ديالنا. اذا هذه المساله ردوا عليها البال وخليك في الاستماع ان شاء الله فغادي نعطي وصفه للمساعده على هذه اضطرابات النوم ان شاء الله. غادي ناخذ ايمان دائما من العاصمه الحمراء مراكش. اهلا بك ايمان مرحبا بك معنا في برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم. لاباس عليك ايمان؟ لاباس الحمد لله كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله. قل لي ايمان ما كيبقاش النعاس عندك في رمضان ولا شنو كيطرى بالضبط؟ في رمضان كنعس غير من الفجر حتى العشاء صافي الليل ما كنعسش. من الفجر يعني بالضبط فوقاش من 4 ديال الصباح؟ ملي كنصلي الفجر كنعس حتى العشاء تنفيق صافي ما تنعاودش الناس مازال في الليل ما تنعسش نهائيا. علاش؟ صافي كتبقى كتفطر كتمشي تصلي الطراح كنخرجوا شويه ابخي كنرجعوا
زعما تنبقاو جالسين حتى تنسحروا حتى الناس. ماما كيفاش كتحسي براسك؟ كنحس براسي يعني بزاف وكيضرني راسي بزاف وبعد المرات كننسى. نعم بزاف الحوايج كنصلي الفجر كنعاود نفيق كيسحب لي راسي ما صليتوش يعني وليت فعلا. وهادشي هو اللي تكلمنا عليه ايمان انه التركيز ما كيبقاش يعني كيقل كينخفض بنسبه كبيره كبيره كثير. انت ما كتشتغليش خارج البيت؟ نعم. ما كتشتغليش خارج البيت؟ لا لا ما كنش. ما عندكش وليدات كتفيقي معاهم في الصباح بكري باش يمشيو للمدرسه؟ لا لا مازال ما عندوش. نعم. ودابا انت مازال كيف كنقولوا عزبه ديال راسك، فما بالك دكتور عماد بالنسبه للسيده اللي متبوعه بالعمل في البيت وخارج البيت الالتزامات المهنيه ديالها، وكذلك الامهات اللي كيفيقوا يعني الا بقاو جارين على هذا الريتم حتى الفجر وخصهم عاوتاني يفيقوا في الصباح بكري مع الوليدات يمشيوا للمدرسه، كيفاش غادي تقدر السيده تشد الصحه ديالها؟ اكيد هنا كاين اضطراب. كيخص بعدا واحد التوافق بعدا خصنا الازواج تاهما يشاركوا في هذا الشيء، علاش؟ لان الراحه ضروريه، واهم حاجه ان واحد الحاجه ما نمشيوش صافي شهر مبارك يعني سيدنا رمضان متفقين، ولكن الله سبحانه وتعالى كيقول لك لا تلقوا بانفسكم الى التهلكه، وهذا الشهر هذا رجاء شهر المغفره، شهر اللي غنرتاحوا فيه، شهر رمضان غادي يخرج غنحسوا براسنا ارتاحينا، لا الروح ديالنا ارتاحت ولا الجسم ديالنا حتى هو ارتاح، حيت بحال دابا الاخت اللي قالت لك ان مورا صلاه التراويح من بعد كتمشي كتخرج كتدور واحد شويه وداك الشيء وما كتنعس حتى الوقيته ديال الفجر، فهنا سالينا الصلاة ديالنا، سالينا ما هو روحي، ونعطي واحد شوية للذات ديالنا، أننا مورا ما نجيو خاصة كنهضر على الناس اللي، علاش أنا سولتك واش كي كتحسي براسك؟ حيت ملي نولي كنحس براسي أنا كنعيا وكنتهلك، وكنولي كنحس بالدماغ ديالي ما بقاش كيركز، فهنا الجسم ديالي بدا كيشعل لي واحد البولة. هذا ماشي السبب ديالها الصيام ولا السبب ديالها رمضان، لا السبب ديالها انني خصني نعود الداس ديالي مع هذا الشهر المبارك. اذا نعم. اذا ساليت التراويح ديالي نجي للدار نجلس واحد شويه ارتاح ونتكى نعس على الاقل نعس واحد ربعه ديال السوايع مثلا او على ما نوض الفجر، ولا الى ما لقيتش كاع الناس بعدا غير كما قلنا عدد زوجي نعس ساعتين نشد فيها راحتي ارتاح، ديك الساعه نوض ما كاينش مشكل، نقوم بالامور ديالي، نتسحر، نصلي صلاه الفجر، والحمد لله الانسان ملي كيصلي راه كيحس بالراحه وكيحس بالطمانينه، وديك الساعه تعاود تنعس الاوقات ديالها وهكذا غادي يرجع. كنعرف الكثير من الناس اللي على خلاف هذا الشيء كيبقاو شادين النظام ديالهم ديال الايام العاديه وكيلقاو فيه راحتهم، كينعسوا بكري يعني مباشره من بعد التراويح، كيفيقوا بكري وكتلقاهم تبارك الله يعني التركيز ديالهم المردوديه مثلا او الانتاج ديالهم في العمل في اليوم ما كيقلش نهائيا. اكيد اختي سنه، لان هذا هو الدين يعني هكا، لان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال راه الحديث وحتى الحديث ولا اي حاجه نعم. فهو نهى عنها بعد صلاه العشاء، اذا بعد صلاه العشاء الانسان كيرتاح كيرتاح يعني، ولا هضرنا على صلاه العشاء راه كنهضروا العشاء والتراويح، كيجي الانسان ملي كيريح راسه وكينعس هكا كيعاود ينوض في الفجر، وهذا هو الدين وهذا هو الصحيح. غادي ناخذ الان رشيده اللي معنا من الدار البيضاء. اهلا بك رشيده، مرحبا بك في برنامج حديث ومغزل. لاباس رشيده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. شكرا شكرا لنا وليك بالصحه والسلامه. الله يبارك فيك اختي، الله يخليك. بغيت نسول الدكتور عماد. مرحبا. انا عندي واحد المشكل ضد هذا الشيء كامل، انا وليت كنعس ثقيل بزاف. يعني العكس اللي وقع لك؟ العكس، عندي وليت كنعس واحد الفتره وكنوض عيانه. اللي مشات درت لي زاناليز داك الشيء لقيت لي بان راه فيتامين دي ناقصه. رجعنا لفيتامين دي، نقص الفيتامين دي. نقص الفيتامين دي، واش زعما سيغ بانه هو بوحدو ولا ندير دوطخ اناليز دي زهرمون ولا شي حاجه؟ المهم هذا. نعم. والتحليل اللي درتي انت درتي غير ديال الفيتامين دي؟ لا درت حتى السكر، لقيت واحد شويه في الخزان طالع، لقيت سات، ولكن ما كنظنش باش السكر يدير. واجا انك من فتره شحال كتبقى في السكر؟ لقيت 1.34 1.32 1.34 1.32. وي وهادشي هادشي وديما شحال تقريبا تقريبا كتلقاي هاد القيمه هادي؟ نعم سيدي. هاد القيمه هادي شحال من مره وانت كتلقاها ملي كتحسبي؟ دابا في رمضان تقريبا ملي دخل وانا هكا. ملي دخلتي هكا واخا وحيتيها من حيتيها، واش بلاباري ولا مشيتي للابوراتوار؟ في الخزان هاد الاخر مشيت لابوراتوار، وداك الايام الاولى ديال رمضان غير بلاباري كنديرها في الصباح وكنديرها دوز. فاحسن حاجه بعدا غديريها في لابوراتوار، لان غرام و34
فهنا راه بدا كي 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 كيشعل لك البوله السكر. لا ملي مشيت للابوغاتوار لقيت عندي 7. ايوا اذا مزيان اذا عندي 7 ولكن خديت تريتمون قالت لي بوندون 4 خوا نقدر نحيدو لك على حساب الخزان عندي طالع شويه. واخا الخمول اللي عندك دابا واش جاك غير في هذه الفتره ديال سيدنا رمضان ولا؟ لا قبل شي دو مو تقريبا. هذه دو مو تقريبا. التوتر كتعصبي شويه؟ عندي خطخات وي كاين توتر كاين علاش ولا بوالو ما كاين ما يسالش ولا دزتي ولا دزتي فشي فتره ديال التوتر وفي هاد الاربع شهور هادي الله فتيها؟ لا انا دائما معصبه شويه لان هذا هو المشكل. شنو هو؟ ان الانسان ملي كيبدا كيتوتر اش كيوقع؟ كنوليو كنعطيو بحال كنشدو ذاك الجهاز العصبي ديالنا وكنبقاو كنعطيو في البنيه كنبداو كنضربوا فيه. دابا غير واش زعما فهمتيني؟ ودابا بغيتي نشرح لك دابا ياك؟ هو خليك في الاستماع باش الاخوات يستافدوا. بغيت نسولك الله يخليك على الجنجلان واش زعما شي اغذيه؟ ما مفكاش. فشوف خليك انا غادي نشرح لك الفيتامين دي وغنشرح لك الاغذيه وغنشرح لك كل شيء اختي. ولكن الوقت كيدركنا دكتور عماد خاصة انه عندنا سحب القرعة ومازال عندنا. انا بسرعة غادي نفسر. مستمعات على الخط من اكادير من الدار البيضاء فاكيد نقص في الفيتامين دي اللي كيعانيو منه الكثير من النساء المغربيات ما عرفتش شنو الحاله في بلدان عربيه اخرى. واللي المفروض انه حنا بلاد الشمس يعني اشعه الشمس كاينه على طول السنه ولكن كنهربوا من الشمس. شنو هي اهم الاغذيه واهم المواد الطبيعيه اللي غتنصح بها رشيده وحتى في الحقيقه خديجه اللي هي قالت لنا عندها نقص الفيتامين دي تفضل. نعم فالزنجلان اللي هضرت عليه بزاف ديال المرات فماده من المواد الطبيعيه اللي كتزودنا بالفيتامين دي وكتثبت لنا الفيتامين دي في الداس ديالنا كامله. التغذيه المتوازنه ضروري تغذيتنا خص يكون فيها الخضار خص يكون فيها السلطات خص تكون فيها المواد الخضراء لان المواد الخضراء حتى هي غنيه بالفيتامين دي. ومساله اخرى اننا الماء بزاف ناخذ نحاولوا ناخذوا الماء بزاف في النهار او ناخذوا على الاقل واحد لتر ونص ديال الماء على الاقل في النهار. علاش؟ لان الماء هو المحفز ديال التفاعلات كاملين ونحيدوا علينا التوتر لان الصدمات الكثيره للجهاز العصبي ديالنا في التوتر اللي كيتوتر اشنو كيوقع ليه؟ كيوقع ليه خصو يلقى واحد الراحه. فالاخت هنا ما عندها علاقه بفيتامين دي. هنا الاخت عندها توتر عصبي مفرط الجسم ديالها دابا قال لها انا غادي نقاد راسي. اذا هذه مساله ديال العصب اذا خصها تحاول تنقص منه وخليها في الاستماع في هذه الوصفه غادي تعاوننا ان شاء الله اللي غادي واخا غادي ناخذوا وفاء معنا من اكادير وسكينه من الدار البيضاء وغادي نشوفوا شنو اسئلتهم. بدايه وفاء اهلا بك من اكادير تحيه للناس ديال الجسوس. اهلا ما كنسمعكش يا وفاء. انا كنسمعكم. ايوا حنا خصنا نسمعوك. المفروض يكون العكس. مرحبا شنو سؤالك؟ لاباس الحمد لله. اختي انا عندي اسئله في عجاله. الله يخليك. يلا في عجاله شنو السؤال الاول؟ انا من بعد ما كنفطر يعني كنزل تراويح. اييه. وصافي من جا خاصني نعس ضروري. اييه. كنفيق كنتسحر وصافي كنصلي الجار ديالي كنعس ملي كنفيق كنتلقى راسي ثقيل وكيضرب لي بزاف. شحال د الوقت؟ شحال من ساعة؟ شحال من ساعة كتنعسي قبل من الفجر ومن بعد الفجر؟ من وراء التراويح كنعس كنتلقى مع ديك الجوج. قول لي شحال من ساعة؟ خمسة سوايع تقريبا. خمسة سوايع في الليل وملي كتفوقي الفجر شحال من ساعة كترجعي تنعسي؟ تقريبا حتى العصر الصباح. إيه تقريبا شحال؟ أربعة خمسة شنو؟ أنا كنعس أربعة سوايع. أربعة خمسة يعني هذا المجموع دكتور عماد ما بين 9 و10 ديال الساعات. فبالنسبة لهذه الحالة اللي كتحكي لينا أنه الإنسان كيفيق راسه ثقيل وكيحس براسه متعب، واش هذا أنه أفرطت يعني زادت في ساعات النوم أكثر من اللي محتاجة؟ أكيد فإلا جات غير من مورا التراويح مثلا قالت لك خمسة ديال السوايع نعساتها في من مورا كتجي التراويح وكتنوض لصلاة الفجر فهذوك راه سوايع كافينها أنها تعطيها واحد الحيوية في النهار وتعطيها واحد القوة يومية كما كنقولوا. أما إذا زادت هذوك الساعات الأخرين اللي مورا صلاة الفجر فهنا كنفوتوا الحد ديال النوم ان بحال كندير واحد الخلل في الجسم ديالنا. الجسم ديالنا كيقول انني فقت وصافي غادي نبشر الحياه اليوميه ديالي وكنعاودوا كنخليوه انه ينعس فهنا كيوقع واحد الخلل في الدماغ ديالنا. الدماغ ديالنا اللي كيوقع فيها الجسم. غادي نشوفوا سؤال اخير باش نرجعوا لك دكتور عماد وتعطينا الوصفه الملائمه للارق او كثره النوم وغنشوفوا كيفاش اذا غادي يكون عندها حل من طبيعه. معنا سكينه من الدار البيضاء. اهلا بك سكينه.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. عندك اضطراب في النوم؟ ماشي أنا، عند الزوج ديالي. الحمد لله بخير. الحمد لله. راجلي ما كينعش حتى كيصلى الفجر. إيه، وشنو اللي واقع له اليوم دابا؟ هادي تقريبا 10 أيام. شنو الحالة ديالو اليوم؟ بديت في رمضان. إيه، وفي الأيام العادية كينعس حتى الوحدة جوج هاد كينعس، وفي الصباح كيفيق مع 8 ديال الصباح. نعم. وخا كيتخشى في الفراش والو ما كيجيش معاه. تبقى ما عرفتش واش كتهضر على الفيتامين دي، واش كتنقصوا لا فيتامين دي ولا لا؟ لا لا، ما عندوش علاقه بالفيتامين دي. المستمعات اللي سولونا على الفيتامين دي وشنو كتسبب لهم، ولكن حنا موضوعنا وحديتنا بالاساس على الارق. دكتور عماد، الحاله ديال الزوج ديال سكينه هي حاله شائعه جدا، وربما غادي نلقاو الزوج ديالك سكينه كيشد شويه ديال التليفون ديالو هو وسط الفراش قبل ما ينعس، او في التلفزيون او الى غير. يعني هذه واحد شغنسميوها منبهات او منشطات، منبهات دينيه للدماغ. فضلا على انه الناس كاين اللي من بعد التراوح كيشرب قهوه قبل ما يمشي للتراوح، والقهوه من بعد التراوح. فهذه كلها منشطات. شنو نصيحتك؟ الشاي حتى هو من المواد اللي شنو هي؟ نعم. اذا الوصفه، شنو هي القاعده وشنو هي الوصفه دكتور عماد؟ فالوصفه اولا اننا نحاولوا نحيدوا هذه العاده السيئه دي، خاصه ان الزوج ديالها كنلاحظوا انه كيتعطل شويه في النعاس. احنا ما كنهضروش على دابا، مع التقدم ديال السن هذا الشيء غادي ياثر عليك، هادشي غادي ياثر على الدماغ. هادشي كيبين بان الدماغ ديالنا كيمكن يولي فيه اعراض ديال الزهايمر، وهذه ما بين الاعراض ديال الزهايمر هو ان ما كنعطيوش للداس ديالنا واحد القسط كافي ديال النوم، قسط كافي ديال المواد اللي كتغذي لنا الدماغ ديالنا، منها الميلاتونين منها السيروتونين، فهادو كلها مواد مهمه. ونستعملوا هذه الوصفه هذه اللي كنقترح لكم اليوم ان شاء الله، وصفه لاضطرابات النوم. غادي ندخلوا فيها النعناع الصوفي لاميليس، اللي فيهم واحد جوج ديال المواد اللي ما يسمى بالغامنازين ولا بيغنين. هادو جوج ديال المواد اللي كيغذيو لنا الدماغ ديالنا وكيحاولوا يعاونوه يوازن هاد الافرازات ديال الميلاتونين، هاد هرمون ديال النوم. غناخذوا مرد الدوش لا مارجولين، اللي فيه ماده المارجولين. هاد الماده هادي اللي هي ماده مهدئه للاعصاب، وماده اللي كترفع لنا ماده السيروتونين اللي هو ما يسمى بهرمون السعاده. والباديان اللي كنعرفوها ماده مهدئه خفيفه، فهاد الخليط هذا غادي يعاوننا على التغلب على اضطرابات النوم. النعناع الصوفي، مرد الدوش، والباديان. النعناع الصوفي كناخذوا منه معلقه صغيره، الباديان كناخذوا نص معلقه صغيره، وكناخذوا نص معلقه صغيره من مرد الدوش. هذا الخليط هذا كامل كنخويو عليه كاس صغير ديال الماء المغلى، وكنخليوه حتى كيطلق. من بعد هذا الخليط كنشربوه في الليل. اذا ملي كنجيو مثلا من التراويح كناخذوا هذا الخليط هذا وكنشربوه، وكنداوموا عليه يوميا طيله الشهر المبارك. ومنين يخرج غنوليو كنشربوه بعد العشاء، وكنداوموا عليه مده ديال 3 شهور على الاقل. بالنسبه للحساسيه، لبنى سولتنا على البنت ديالها. نعم. عندها 10 سنين وعندها حساسيه تنفس. هذه المرحله هي مرحله انتقاليه. نعم. من الربيع الى الصيف، والكثير من الناس في هذه الفتره هذه من سنه كيوليو كيعانيو كيعطسوا، كاين سيلان على مستوى الانف على مستوى العينين، وكاين ضيق التنفس خاصه على مستوى الانف والحنجره. أكيد. شنو الوصفه اللي غتقدم لنا اليوم دكتور عماد؟ فالوصفه غادي تكون وصفه الحساسيه اللي كتبان هي عباره على المناعه كتهبط، فغنديروا واحد الوصفه مضاده للحساسيه ومقويه للمناعه. اذا غناخذوا فيها البابونج، الكاموميل اللي فيه ماده الكامازولين، ناخذوا اللويزة الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيليسيوم، هادو مواد اللي كتعطينا كمضادة للحساسية. وغادي ناخذوا الزعتر اللي فيه مادة التيمول، هذه مادة اللي كتسرح لنا الجهاز التنفسي ديالنا وكتخلي الأنف ديالنا ينشف من داك السيلان ديالو. البابونج كناخذوا منه معلقة كبيرة، اللويزة كناخذوا ثلاثة ديال الوريقات، الزعتر كناخذوا معلقة صغيرة. هاد الخليط هذا كنخويو عليهم كاس كبير ديال الماء المغلى، كنخليوه حتى كيطلق مزيان. وهذاك الكاس بالنسبه للكبار كيشربوه في الليل يوميا، مره واحده في اليوم كافيه يوميا، كيداوموا عليه مده ديال 4 شهور. بالنسبه للوليدات الصغار، الاطفال من 6 سنين حتى 13 عام، كناخذوا منه نص كاس صغير يوميا مده ديال 4 شهور
كذلك. عندنا سؤال على لاغوزا سي، وعندي ايضا سؤال عبر الحساب ديالي على سو اس دبليو او او. غادي نشوفوا طبعا جاوبوا على اسئلتكم نتوما اللي كتابعونا مباشره باللايف من الاستوديو ديالنا ديال راديو اصوات الثعلبه. واش كاين وصفه للمساعده دكتور عماد؟ فالثعلبه هي هو من الامراض المزمنه، ولكن المساعده كيمكننا ناخذوا زيت القطران، لويل دو كاد، زيت القطران، زيت الزعتر وزيت الخزامة. زيت القطران، زيت الزعتر وزيت الخزامة، معلقة كبيرة من كل زيت كنخلطوهم، كنديروا بهم واحد المساج في البلاصة اللي عندنا فيها المشكل ديال التعلبة، كنخليوها ساعة ومن بعد كنغسلوها. هذه العملية كنداوموا عليها يوميا، غير هي التعلبة كتبغى واحد المدة ديال العلاج، كنداوموا عليها على الأقل مدة ديال 6 شهور، وهكا في 3 شهور 4 شهور الأولى كتولي كتبان النتيجة.